مدينة الرستان 12/9/2013. مرحبا يا عمو، شلونكم؟ وين رايحين؟ والله عملنا من بلاستيك. طيب ما بدنا نعيش؟ طيب ما في غير هذا الشغل تشتغلوه انت؟ ما في، ليش بالشهر خلي الواحد يشتغل بكل خلق؟ طيب على المدارس لم تروحوا كمان؟ ما في مدارس، ما عد المدارس كمان، مدارس ما في؟ مدارس ما في، طلع لنا. طيب شو الوضع بالرستان؟ احكوا لي شو عم يصير؟ كل نهار قصف بالطيران بالقزايف، كل نهار قزايف طيران كله. طيب شو الاوضاع المعيشيه برستان؟ شو الاوضاع المعيشيه برستان؟ ما في، عم نلقط من على المزاد بالنايلو ونعيش اول بالاول، يعني بنطلع 200 مره. يعني في مي شرب، في خبز، في كهرباء، متوفر؟ ما في شيء كمان، ما في ما في شيء خالص. طيب شو متطلباتكم انتم هون برستان؟ شو اللي محتاجينه؟ اسقط بالشور بس، يعني بس كل نظام اسقط. ايه ان شاء الله عن قريب. الله يعطيك العافيه يا عمو. مدينه رستان 12/9/2013.